الكثير من الأشخاص تتساءل كيفية استقبال المال من موقع أمازون عند بدء البيع على الموقع، وفي هذا الفيديو سأشرح لكم كيف العملية تتم. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. من الجدير بالذكر موقع أمازون يرسل مبلغ المبيعات التي حصدناها خلال أسبوعين لحساب البنك الذي سنعرفه بحسابنا، ولكن أمازون يرسل المال فقط لبنك أمريكي ولا يتعامل مع بنوك خارج أمريكا. فكل شخص يوجد لديه حساب بأمريكا يمكنه تعريفه بحسابه بالأمازون، ولكل شخص لا يمتلك حساب بأمريكا الحل هو التعامل مع موقع يسمى بايونير. ايضا يوجد مواقع اخرى، ولكن نحن نتعامل بالاحرى فقط مع موقع بايونير. بحالة التسجيل لهذا الموقع سيعطيك رقم بنك امريكي خاص بك لارسال المال اليه. تعرفون تفاصيل البنك بحسابكم في الامازون، وامازون يرسل المال كل اسبوعين للبنك. ايضا بايونير بحالة استقباله اي مبلغ مال سيرسل لنا رسالة اننا استقبلنا المال. ايضا موقع بايونير يوفر لنا عدة حلول اخرى لمجالات مختلفة، سيكون فيديو اخر يشرح عن جميع هذه المجالات. اتمنى انني نجحت باضافة معلومات مفيدة لكم، واذا يوجد اي اسئلة اخرى بخصوص مجال البيع او الشراء على موقع امازون او عن موقع بايونير ارجو كتابتها في التعليقات وسارد عليها باسرع وقت ممكن. ايضا لكل من يريد بدء البيع على موقع امازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا الضغط على سبسكرايب لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والاشتراك بالقناة والضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريباً.